بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم أحبابي المشاهدين، النهاردة من شارع الاستقلال. في شارع الاستقلال إن شاء الله هتبدأ رحلتنا في شارع الاستقلال. الجميل ده اللي قاعد يضرب موسيقى ما شاء الله. بص المنظر متشعلقين. وتبدأ رحلتنا معكم من ميدان تقسيم. ميدان تقسيم يعني بيمتاز بالمطاعم الخطيرة بتاعة الشاورما اللي موجودة هنا، وكمان الحلويات ومطاعم الأكلات. هنا الشاورما يعني ما شاء الله موجودة في كل مكان في الميدان. الله أكبر الله في تقسيم من جامع تقسيم الجديد. حلويات حافظ مصطفى. طبعا المحلات الكبرى موجودة هنا. يعمل شوية طرق وجدوات. حسن حلويات حافظ مصطفى. بصوا البسطة بتاعته، الجاتو بتاعه تحفة تحفة ما شاء الله.
حلويات حافظ مصطفى من الحاجات اللي هي بيعملها بصراحه صراحة. اللي ما عندوش مشاكل يا جماعة من السكر والسمنة يعني ياكل زي ما هو عايز. الحلويات هنا رهيبة رهيبة. بص يا جماعة يعني بص سيبك من السعر بقى يعني بس الحلويات هنا ما شاء الله تحفة. جزنه بس دي بقى الاكلات التركيه. بصوا دي الاكلات المفروض الاكلات دي الشعبيه التركيه اللي موجوده في تركيا. بيعملوا كده الفراخ متقطعه كده بالبصل والفلفل التوليفه دي. ده الباذنجان معمول بالطريقه ديت، بس الباذنجان بيبقى طعمه بصراحه خطير. اللحمه انتوا عارفينها طبعا يعني دي حتت مش عارفينها اللحمه مش عارفينها. بصوا هنا ما شاء الله يعني الخير موجود، المهم يتواجد المال. منين انتوا؟ اردن. من الاردن احسن ناس يعني. الله يخليك ان شاء الله. تحياتي ليكم. دي هنا في طواجن، الطواجن ديت بالفراخ وفي عنده طواجن باللحمه. بس الاكل هنا في المطعم ده يا جماعه ليه طعم تاني. الاكل هنا خطير ما شاء الله. بتاخد سيرفيز وتنقي اللي انت عايزه، يعني بتقول له اديني قطعه من دي، اديني اي حاجه، بص نوع اللي انت عايزه. دي السبانخ هنا، بصوا دي سبانخ. ده الباذنجان. الباذنجان دي السلطات بقى، سلطة يعني سلطة هنا. بص السلطات البلدي، بتاخد اللي انت عايزه وتخش وتاكل وتقعد. المكان اهو جوه اهو، مكان تحفة. بتحاسب هنا تخش تقعد تاكل. عايز حلويات تاخد حلويات. أسعار هنا بقى، الأسعار يا جماعة يعني يعني ب 120 طابوق، 120 هو الفراخ. شوربة معاها ب 160. الحمص بقى والحاجات دي ب 55، يعني الحاجات دي بقى ب 55 و 60 و 70 زي ما انت شايف. دي ب 60 سيب زي ده. الوراك ب 120 الورك. بالنسبه للحوم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اسكندر كباب 195. اسكندر اكبر شويه ب 290 اللي هو البيوك الكبير، يعني هو 1.5 يعني. دي الاسعار زي ما انتم شايفين كده. الاكل تحفه اهو ما شاء الله. شوف عربي واحدة فوتو 5 دينار. اسكندر كباب بيوك. يس فيري نايس. اكي يوز دوكوز. يوز دوكسان بيش. يوز دوكسان بيش. بو بيوك. اسكندر كباب بيوك ها؟ يا يا. الكبير يا جماعة اسكندر كباب الكبير 195 فقط. اهو اسكندر كباب 195. خد بصوا الفاصوليا هنا. كل دي الرز والحاجات اللي بتتاخد مع الوجبة.
زي ما انتم شايفين كده. واحده فوتو 5 دينار. يس. واحده فوتو 5 دينار. ايبت ايبت. بورك لام بلاش. ان شاء الله. ادي كل شورس. الجامده دي تقريبا كان في حريق جوه ولا حاجه. محلات دي محلات تحفه ما شاء الله. ديكورات بقى وشغل جامد. بصوا 70%. اجمل حاجه المحلات هنا، محلات الاكل بصراحه في استقلال هنا تحفه. محلات الطعام هنا تحفة ما شاء الله. الأسعار متشابهة يا جماعة زي ما أنتوا عارفين. طبق الخضار يعني الورك ده ب 120 ليرة، السبزيه كله من 55 ل 75. هي دي الأسعار يعني. الرز ب 55 طبق الرز، طبق مكرونه او كده. اسكندر كباب ب 200 ليره. طبق محترم يعني شبعك ومعاه رز. بس لسه ناس. اماكن بيع الشنط والجلود هنا. بص المطعم ده بقى، المطعم ده تحفه ما شاء الله. جديد ده. لو عايز مطاعم وسينما وملاهي وادوات تجميل، السنتر دوت تحفه يعني. فيه كل حاجه ما شاء الله هنا في تقسيم. في شارع الاستقلال. شارع الاستقلال الناس بتيجي يعني من كل شتى بقاع الارض. بتلاقي يعني مناظر هنا اول مره تشوفها يعني. ترجمة
كله متواجد هنا غير العرب بقى ما شاء الله. كوز الذرة هنا في الحتة دي ب 40 ليرة ما شاء الله، ده أكبر رقم لكوز الذرة. كوز الذرة ب 40 ليرة. لا هنا في تقسيم في شارع الاستقلال بس، إنما في يعني في إيمينونو ما زال ب 20 ليرة كوز الذرة يعني. في المحل ده، المحل ده جديد. المحل مش بس حلويات يا جماعه، ده فيه كمان اسكندر كباب، وفيه مطعم كامل كذا دور. هو حاطط بس الحلويات من بره زي ما انتم شايفين كده، الجاتوهات والكرات. الناس اللي بتعشق الحاجات اللي بالشوكولاته المكان ده يعني، ده يعتبر انا اول مره اشوفه بصراحه، ده جديد اهو، ده كذا دور فوق. محل انس موجود اهو، انس بتاع الفراخ. الناس هنا اللي عارف انس بيجي له، ده محل انس اهو بتاع الفراخ. مرحبا، هوش جادنيز ارتدشتار دي اسعار الاسكندر هنا، الاسكندر الصغير 150 اهو، او في الوسط يعني، محل اهو ما شاء الله. شوف جوزال، دي المحلات المخفية بتبقى أرخص شوية من اللي على الشارع بره. السندوتش اللحمة اهو ب 90 ليرة 70 جرام زي ما انتم شايفين كده، يعني ده أرخص. أنس دي محلات انس بتاعت الفراخ. في الدور هم ثلاث ادوار يا جماعه فوق المحل ده، في جميع انواع الفراخ اللي يعني بانواعها، الفراخ كلها اللي بتعمل كلها سبايس، كله كله انواع الفراخ تجدها هنا في محلات انس. هاي هلو، هاي هاو ار يو لايك هيك. Thank you.
هو شارع استقلال. طبعا الاسعار هنا بتاعت الفنادق يا جماعه غير اي مكان تاني، يعني اسعار الفنادق واسعار المطاعم وحتى سعر الذره، زي ما انتم كوز الذره يا جماعه وصل 40 ليره هنا في شارع استقلال. فطبعا الاسعار هنا يعني تبقى عاليه شويه عشان منطقه سياحيه 100%، زبونها موجود في الشارع. موجود هنا اللي عايز ماركات اصليه بولو. بيسي وكيكي فاتح برضو هنا في تقسيم. اديداس، ماركة اديداس، الجدار على ماركات اديداس موجودة هنا، التوكيل بتاعها. ما شاء الله، انا حاسس ان العرب كتير هنا في الشارع ده، يعني الصوت العربي كتير. بيت ومصانع من هنا بنات. المنظر بتاع المحلات الحلويات يا جماعه يعني حاجه بصراحه سلطنه. بص المنظر، منظر المحل تحفه تحفه ما شاء الله. بتاخد من هنا اللي انت عايزه وتروح تحاسب. الحشو اللي هو بالجوز ب 645، البقلاوه واقل شيء 550. المكان رائع رائع، يعني تخش هنا وفي عندهم عسل ابيض، عاملين حاجات جميله. يعني عسل ابيض 535، ده 290، عسل زهور، عسل جبل، عسل انواع بقى. واحد كان بيقول لي هو في عسل ابيض، انا اول مره اسمع عن العسل الابيض. ده في كمان عسل اسود اهو، العسل الجبلي يعني اسود شويه، وانواع العسل بالوانها يعني زي ما انت شايف كده. الراجل ما كانش يعرف ان في العسل ليه الوان بصراحه.
كل ده موجود في شارع استقلال. هنا كوز الدورة هنا ما شاء الله 30 ليرة اهو. ومن هذا المكان يا جماعة بنقول لكم تحياتنا ليكم جميعا. كان معاكم محمود علي من تقسيم شارع استقلال. لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.